تغلب نادي ليفربول على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة محققا انتصاره السابع على التوالي. توقف رصيد ولفرهامبتون عند 25 نقطة في المركز السابع متلقيا هزيمته الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية.